اهلا بيكم معايا وفيديو جديد. النهارده هنعمل اكله سريعه وسهله. النهارده هنعمل مع بعض البانكيك. ندخل في الطريقه على طول. البانكيك مكوناته بسيطه وسهله ومش هاخد معاكي وقت. اول حاجه هنعمل نحط بيضه، وهنحط معلقه سكر واحده لان انا عامله الكميه بسيطه. حطي سكر ابيض او ممكن تحطي سكر بودره زي ما تحبي. هنضربه من الاول في الخلاط كويس كده. انا ضربت خلاص الخليط، هبدا ان انا احط معاه الخل، وبعد كده هنحط كوبايه لبن او بيقولوا عليها حليب. بعد كده هنجيب كيس فانيليا هنحطه. بعد كده هنجيب معلقتين زبده وهنسيحهم ونحطهم على المكون. طبعا انا بستخدم الزبده بدل الزيت لان بيخليها هشه شويه وطريه. هروح دلوقتي نضربه في الخلاط وارجع لكم تاني. طبعا الخليط خلاص اتضرب. هنجيب بوله ونحطه فيها. طبعا انا جايبه بوله صغيره لان انا الكميه اللي عاملاها صغيره خالص. بعد ما بحطه في البوله ببدا ان انا انزل عليه بسنه ملح، وبعد كده بنزل عليه بكوبايه الدقيق. طبعا الكوبايه اللي بحط بيها اللبن هي اللي بعاير بيها الدقيق، مغيرهوش. بعد كده هنزل عليه بمعلقه بيكنج باودر. كل كوبايه قصدي دقيق بنحط عليها معلقه بيكنج باودر. بعد كده ببدا ان انا اخلطه كده. طبعا احنا مش عايزين الخليط ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هتشوفوا القوام دلوقتي معايا. اهم حاجه ما يكونش فيه تكتلات وتضربيه كويس. زي ما انتم شايفين معايا خلاص كده ما بقاش فيه اي تكتلات. القوام بتاعه بيكون يعني زي القوام بتاع الكيكه بالظبط، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. طبعا حاليا انا هغطيه بستريتش واسيبه لغايه ما يهدى شويه معانا الخليط لمده 10 دقائق لربع ساعه، مش اكتر من كده. طبعا احنا سيبنا الخلطه ارتاحت نص ساعه، وبعد كده هنحط طاسه على النار تيفال، وهنجيب منديل بزيت وهنبدا ان احنا نمسح الطاسه دي بالمنظر ده. وبعد كده هبدا ان انا اجيب الخليط. انا كده خلاص جبت الخليط، ويا اما انت ممكن تحطيه في بوله زي كده ويبقى معاكي كبشه وتنزلي الخليط، يا اما بتحطي هنحط البان كيك بالمنظر ده. مش عايزاها ولا كبيره ولا صغيره. هبدا اهز الطاسه كده وتبقى النار هاديه تحتيه، ما تكونش عاليه قوي. ادم بدات تعمل فقاقيع كده يبقى هي خلاص كده خلاص داخل على سوا. زي ما انتم شايفين تبدا تطلع معايا سهله، بس هي لسه ما خدتش اللون الذهبي كويس من الجنب التاني. فانا هستنى لما تاخد اللون الذهبي من الجنب التاني وبعد كده اقلبها. كده انقلبتها على الوش التاني. طبعا الوش التاني ما بياخدش وقت، هو يا دوبك بياخد لون دهبي بس. طبعا اول واحده كانت طالعه معايا كارثه. طبعا مش كارثه ان طعمها وحش، كارثه في اللون. دي تاني واحده طبعا اتظبطت معايا خالص وجميله اهي. طبعا عشان تعرفوا ان احنا مش كل حاجه بيرفكت، يعني لازم بيطلع معانا حاجه كده وبيطلع معانا حاجه كده. هطلع ديت واكمل بقيه الكميه زيها بالظبط وارجع لكم تاني. وده الشكل النهائي للبان كيك بعد ما طلع. طبعا اول واحده كانت محروقه شويه، باين الحمد لله طلعوا كويسين جدا جدا.
هي بس كانت عايزه الطاسه تسخن سنه، فملحوظه لازم انكم تسخنوا الطاسه كويس. بعد كده ممكن تحطي عليه شوكليت او نوتيلا او عسل او سكر باودر زي ما الاطفال ما بيحبوه. طبعا عندي اولادي بيحبوا العسل، فاحنا هناخد معلقه عسل وهنبدا نرش العسل فوق البانكيك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة.